الحب هو حالة شراكة بين اثنين؟ انت حياتي. لا انا ما بشوفها شراكة، انا بشوفها تملك. هلا يمكن انت تاجر معود بيع وتشتري، بس انا شوفته مش للبيع. انا عم بحكي عن ياسمين. ياسمين اللي بدي اتشيله، اللي اخذت له كل عقله. كان حريم لأحلام الاثنين وحياته. انتوا اللي قررتوا، انا حمدكم بالقانون. انا سويت كل اللي سويته ومشان ادخل العلاقه بيناتكم. ياسمين تشيلو من الاحد الى الخميس الرابعه بتوقيت بغداد على MBC العراق.